هذه هدية للحاذقة المكدية، المرأة بلف مرأة كي نحكيو على التونسية. هي كابابلية وإحنا كي نخمو فيها مش مزية، عايشة تاك تاك من حاجة لحاجة شارع ودار، وباش تربح وقتها حضرنا لها أقوى فار. يا مهني يا الحباب والمالي، نعرف وقتك غالي، هذاك علاش حارسين تواجه تحدياتك باش تكون متهنية وراسك عالي. طماطم بولي مقصوصة حاضرة باش تعمل 66 كيف. ماسي كام تدلل المدام. من خيرات أرضنا التونسية الغنية، المعصرة تراعي المعايير والمواصفات الدولية، أنتجنا زيت زيتون بجودة عالية ومنافس في الأسواق العالمية. زيت الزيان يهنينا على عولتنا ويبنن ماكلتنا. Le nouveau réfrigérateur combiné total No Frost de Hoover. Frigidaire et congélateur Fardwacht. Un design épuré et une technologie unique. Smart No Frost. Le réfrigérateur Hoover vous permet une répartition homogène du froid et une haute capacité de stockage. Le combiné Hoover est doté de joints hygiéniques pour garantir une étanchéité parfaite et éviter les moisissures. Smart et connecté. Le combiné Hoover ira pack أكثر من 60% من فاتورة الضوء. Ou bien sûr, ما ننساوش la garantie de 10 ans sur le moteur. SAV garantie par Casapro. Hoover, the way you live. عسلامة، مرحبا بكم لتابل دو شيف في حلقة جديدة معكم مشاهدينا، وموعد جديد باش تكون فيه برشا بنا وبرشا شيخات في كوجينتنا. لتابل دو شيف فيها ديما يجيونا دي فيتور شيف من الأكاديمي باش يقدمونا حاجات بنينة، حاجات مزيانة ومن كوجينتنا التونسية، مع شيف أماني باش تكون ضربة البداية. شيف مرحبا. شيف مرحبا. تبرتنا اليوم شيف إن شاء الله مرقة مالح. إي إن شاء الله باش نودوا بها مشاهدينا. به مرقة مالح، ومعها هي أمين شنو اخترت لنا؟ بالنسبة لليوم شيف عملنا دبارة سهلة وممتون بنينة، اللي هي سلطة روز. سلطة روز باهي برشا. شنو آخر معاها في الأطباق المالحة فارس اخترت لنا اليوم؟ اليوم شيف حبينا نعملوا جنارية محشية بالحمى فروم. اي وحاجة بنينة كيما فندق الغلة معناها. جنارية محشية تونسية نعرفها، ثم اللي تتعمل أنت باش تعملها زعرة مرقتها وإلا باش تعملها بالصوص طومات؟ باش نعملوها بالصوص طومات اليوم. به يعطيك الصحة. مع هذايا عندنا الديسير بإمضاء وجدان غربي. وجدان مرحبا بك. عسلامة شيف. مرحبا بنتي، شنو عندنا اليوم؟ اليوم عندنا ديسير كنافة بالجبن. ايه؟ فاسون تشيز كيك. فاسون تشيز كيك بدلتها شويه. دونك ما عادش التشيز كيك نعرفوا بالبسكوي، لا لا عملتها بالكنافه. شعر تاع القطايف هذاك الكنافه. يعطيك الصحه وجدان، يعطيكم الصحه لشيف. هذه الاطباق اللي باش تكون في سيدي رمضان اليوم على طاوله الشيف. مع اماني باش يكون الطبق الاول من اختياراتها اليوم، قالت مرقه مالح باش تعملها بستيك دو داند اللي هو اشيت حضرته يعني رحاته من عند مليحه. تفرم ومر ومريقل. كيف ما نشوفوا هنا ذبلنا البصل. اي. وخدمنا الكعابر نتاعنا اللي هما مفوحين ملح فلفل اكحل. حطوهم معدنوس نحطوهم يتقلاو. قلت لي ملح فلفل اكحل وشنو اخر؟ ملح فلفل اكحل تابل نعناع ثوم. اي. حطهمش برشا باش ما يتحلوش. وباش نحطوا الطماطم نتاعنا، طماطم سيكام. اللي فيها 15% من الحرورية. صبوا حتى شطرها به، خاطر الطماطم فريشك هذه ماهيش دوبل كونسونتري. ولونها مزيان شايف، تفوح لنا الطنجرة نتاعنا. ما نسحقش نزيدوا عليها فلفل. لا لا ما نسحقش، أي فيه. ديما نحركوا هكا بشوي باش أكثر حاجة نخافوا منها شايف احنا في الطماطم اللي هي القروسية. طماطم سيكام ما تعطينيش القوم تاع القروسية. كيف ما نعرفوا لانها مجنيه فصل الصيف، وقت اللي يكون الطماطم ناضج بالباهي بالباهي تحت اشعه الشمس
وما يستحقش لا نزيدوه ملونات ولا حتى شيء. والحاجه الباهيه في سيكام كونها محفوظه بطريقه تقليديه. الوغ بعد ما تقليت الطماطم مع الكعابر نتاع اللحم والبصل باش نفوحوا المرقه نتاعنا باش نحطوا تابل. مرقه المالح مش هي أيه. هي بيدها نجمو نعملوا مرقه لوبيا بالكعابر والمالح زادة تجي خارقه للعاده. نحطوا فلفل اكحل تابل فلفل اكحل شويه ملح ما كثروش خاطر عندنا الكعابر ديجا والكعابر زادة ديجا ملحي باه. ثوم هاي باش نحطوا شويه كركم يعطيك الصحة. كركم ما كثروش برشا لأنه يعطي مرارة، رد بالكم. هو باهي في الطنجرة، من الحاجات الباهية في الكوجينة التونسية كونه نستعمل الكركم لأنه مضاد للأكسدة. بارك الله الريحة بنينة نتاع الطنجرة. دونك هذوما الكل يتقلاو ويتمرقوا هكا. أي شيف. دونك باش نخليوهم يطيبوا. ستيك دودان راهو ما يخوش برشا وقت في الكويسون، نفوحوه مليح يجي زاكي برشا في وسط المرقة، خاصة مرقة المالح مع الزيتون ومع الكبار ومع الفاريونت باش تحطوا بعد أماني أكيد باش تجي مرقة خارقة العادة ولونها مزيان. خليك تكمل أماني، أنا باش نشوف مع فيتور شيف محمد أمين والفلي. دونك جيت بحذانا اليوم مرحبا باش تعمل لنا قلت سلطة الروز. أييه شنو هي المقادير وش قاعد تعمل أنت توا؟ بالنسبة لسلطة الروز باش نحطوا فيها فاقوس قاعدين نقصوا فيه توا، كيف كيف باش نحطوا فيها سفنير يا شيف، باش نحطوا فيها جلبانة. جلبانة هذايا من عند سيكام. جلبانة طايبة حاضر باش من عند سيكام. حاضر باش. ما تكسرش راسك معناها تقعد طيب جلبانة وكل شيء. المايس كيف كيف من عند سيكام. أيوة باش نزيدو مايس. ومعاه مكونات أخرى قاعدة نشوف فيك عندك هنا شوية مالح. صحيح باش زادة عندنا العظم وعندنا المالح. أي. وشوية زيتون أخضر وكحل. أي. وكيف كيف الكبار شوف. باهي باهي برشا. دونك خليك تكمل تقص المكونات نتاع السلطه، من بعد باش نرجعوا لك نفوحوها مع بعضنا ونخلطوها. قلت انت سلطه الروز، الروز كيفاش طيبته امين؟ بالنسبه للروز شيف حطيناه في ماء ومن بعديك زدنا على المقدار نتاع الروز، زدنا عليه 5 مرات كميه من الماء. من الماء، دونك لازم كاس روز نعمل عليه 5 كيسان ماء. 5 كيسان ماء. علاش هنا؟ باش ياخذوا غرضه من باش ياخذوا غرضه من الطيب وفرد وقت باش ما يسيبش الشيء نتاعو باش ما يلصقش في بعضه. نعرفوا اللي كي تكون كميه الماء صغيره تنجم تصير كونسنتراسيون نتاع النشا في الروز يولي عجننا. دونك من الحاجات الباهيه كون الروز نطيبوه اقل حاجه الكاس عليه 5 إلى 6 كيسان ماء للسلطه نحكيوه. بعد ما يطيب اكيد نبردوه نشلوه بماء بارد ونخليوه يرتاح ونحضروا ليزانغريديون الاخرين. نكمل نقصوا المكونات نتاع السلطه. انت عندك فقوس، شنو اخر في الحاجات اللي بالنسبه للفقوس والسفنيريا شيف والمعدنوس؟ معدنوس به. يعطيك الصحه، مشكور امين. مع هذايا عندنا شيف فارس قاعد يحضر في ليزونيون نتاعو البصل باش تعملوا جيد. قلت باش تعمل لنا انت باش نعملوا قناريه محشيه باللحم مفروم شيف. باه يعني نمشيو للقناريه دونك ونبدو نحضروا اول حاجه بالنسبه للفارس. عندنا اللحم مفروم شيف باش نفوحوه بشويه سيلي باف، باش نفوحوه بشويه ملح. ايه تابل كرويه. ايه فلفل اكحل تو نعاونك. ايه ميرسي شيف. نعيشك. نعم باش نزيدوا عليها شويه نعناع شايح. تشطر مغرفة يفوح برشا اللحم مفروم نعناع شايح. ايه نحط الثوم. ايه دونك مع الثوم هذايا الكل باش تنجم تزيد عليه شويه معدنوس يجي منين. شويه معدنوس. شويه جبن كيف كيف. ايه وشنو اخر عندنا معاهم؟ عندنا معاهم عظمه. تلم الفارس. باش تلم الفارس بالكدا شيف. والبصل هذا شنو هو محضره؟ كيف كيف للفارس؟ لا شيف. للصوص. للصوص. باه. بعد ما زدنا العظم شيف باش نخلطوها بالكدا 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 ونزيدوا معها شويه بصل. باه. تتعجن الكل مع البصل بالباهي بالباهي، البصل يعطي نكهه بنينه للفارس اكيد. بالطبيعه شيف. اي. لموها بالكدا. لازم تعجن باش المكونات تدخل بعضها هكا ولا؟ بالطبيعه شيف. باش موزع تقعد تدخل بالكدا بالكدا، ما تقعدش من البر. اي
بعد ما عجناها شيف بالكدي بالكدي باش ناخذ القناريه نتاعنا فحاتها بنان اكيد باش يعطيو نكهه بنينه مع اللحم مفروم النعناع المعدنوس الثوم جبن اختار هو حط تابل ملح فلفل اكحل هالفحات الكل في القناريه محشيه ولا اذا نعملوا دولمه ولا نعملوا فندق الغله وغيره لي فارس يختلفوا هو اختار الفارس هذه الحقيقه ديجا هما نايين الريحه بنينه برشا طالعه منهم مع الطبيعه شيف به دونك فارسيو هكا ايه دونك تبدا تعملها مقببه بالكدا بالطبيعه شيف لازمش تبدا مستويه باش مو هكا خاطر شويه هي تكون فيها فوليوم بالطبيعه شيف به بعد رصفوا هكا من هكا ونعبيو كونتيتي باهيه دونك القناريه ديجا قعورناها حطيناها في الماء والقارص كيف ما تشوفوا شيف وي شيف حطها في ماء وقارص والا السير سيتريك هذاك تحطوه باش ما تكحالش باش ما تكحالش وتقعد مزيانه مضاد للاكسده نعرف في القارص معاه به نكملوا احنا نعبيوهم الكل بنفس الطريقه هذه في الطبق بعدها فارس ايش عندنا نعملوا هكا يا شيف بعد نزيدوها شويه صوص طماط بتبيعها من بعد نزيدوها صوص باش نزيدوها من بعد شويه صوص كام نحطوها معاها ونحطوها في الفرن شيف به ما تبعد ما تفوتنا بحتى ديتاي احنا باش نرجعوا لك خليك تكمل انا تعبي كعبات القناريه ونرجعوا لك اكيد بحنا مزيان غربي تغشش علينا يا بنتي خلينا بلا ديسير الليله شنو عندنا ديسير وجداني معنا كنافه قلنا توا بعد ما قاسينا الكنافه زدناها الزبده اي بعد نحطوها في لامبورت بيس تاعنا الزبده مليحه اي بيان سور لازم ندخلوا فيها زبده نجم نعمل زبده وزيت ولا زبده تكور ولا هي دو بريفيرونس زبده خير ابن وخير باه نحطها في لامبورت بيس نتاعنا وننزلوا عليها هكا ننزلوا عليها مليح مليح باه هذه اللي باش تكون هي الباز في عوض البسكوي للتشيز كيك قالت اليوم وجدين غربي باش تعمل لنا تشيز كيك بالكنافه دونك طريقه مختلفه شويه الشعر نتاع الكنافه ولا القطايف اللي نعرفوها احنا في تونس نعملوا له الزبده ولا الزبده والسمن يفوحوا بالكدا وننتسيوه في الليمون في الليمون تاع ولا لي سيركل هذوما نحطهم في الفور على 170 درجه 10 15 دقيقه والنجم نعملها في بلاتو كبير والا كان باه الفورم نتحكموا فيها كما نحبوا احنا باه هذوما معناها باش نطيبوهم وحدهم اي وحدهم باه وشنو عندنا بعدها بعد عندنا لاباري نطلعوا الكريم شانتي سمارت شيف نزيدوها زوز دو ساشي هذوما كريم شانتي نزيدوها 150 غرام فرماج بلون اتارتيني و 150 غرام سكر غلاس باهي نخليك تطلع الكريمه هذه الكريم شانتي من عند سمارت شيف اللي عليها المقادير وكل شيء ديما نحترموا المهم تكون ساشي نزيدوا عليها نص كيس حليب باه ونخليوها الحليب اكيد يكون بارد البول نتاعنا من المستحسن نحطوها في الفريجيدير تكون بارده اللي باش تطلعوا فيها باش تطلع لنا الكريم شانتي بالكدا بالكدا هذه من المنتوجات الممتازه اللي تودكم بها سمارت شيف انا خليك تطلعها بعد نرجعوا مع بعضنا نتبعوا بشوي بشويه المقادير نتاع الكريمه فيما طابوا لي سوكل هذوما اللي عملتهم نتاع الكنافه يعطيك الصحه مشكوره وجدان مشاهدينا انا ما زلت معاكم وكوجين تابل دو شيف لليوم باش نكملوا المقادير نتاع وصفاتنا وحيده وحيده بعد الفاصل ما زلنا مواصلين معكم مشاهدينا ومع اماني كيف ما قلنا اليوم عندها في الطبق المالح اللي اقترحته علينا مرقه مالح بزو معناها اي شيف بعد ما خديت غلوه المرقه نتاعنا توا كشيف باش نحطوا فلفل مسير الفاريونت زيتون شيخات الكل شيخات الكل باه هذوما اللي رنخناهم في شويه ماء والمالح شيف ما تجيبش برشا خاطر بعد تولي تتقرمش لازم تقعد شوية تتقرمش باه شويه زيتون كبار اي 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 نزلنا على المالح اللي مات قارص ايوا الليمون هذا اي القارص المخلل ولا الملح المرقد كل واحد ايش يسميه دونك الليمون بنين برشا في المرقه نتاع المالح زيد تاخذ غلوه شيف باش نحطوا على فيها الفلفل والطماطم زينوا بيهم لونهم مزيانين اي ويعطيوا فريشور للطنجره دونك هذه بالنسبه لمرقه المالح اخر ايتاب باش نحطوا شويه نعناع شايح نزيدوا نزكي ونكهه الثوم زاده اي شيء الاخر هز غلوه صغيره معاهم تجي نكهه الثوم برونونسي بنينه برشا في الطنجره يعطيك صحة دونك هذه تفاصيل مرقة المالح اللي اخترت تقدمها لنا اليوم فيتيغ شيف أماني وميزة دونك جاتنا بالذمة من زغوان تحية لأهالي زغوان
احنا ما زلنا مع لي فيتور شيف امين ورفلي عنده سلطه اليوم قال سلطه روز. شيف امين شنو حضرت لنا؟ من بعد ما طاب روزنا وبرد شيف شو نحطوه؟ اي مهم برشا سلطه الروز انه الروز بعد ما يطيب نبردو قلنا باش يبقى مفرق كل الكعبه وحده كان خليوه في السخانه نتاعو راهو يعجن لكم الروز يكمل يطيب. ومن بعديك باش نزيدو الشيخات الكل كما قالت اماني باش نزيدو المايس نتاع السيكام. اي سيكام عملت لنا لي برودوي جدد نتاعها عندهم مايس عندهم جلبانه عندهم جلبانه عندهم جلبانه صحيح صحيح دوزونا وهكا واحد يبدا مرتاح. اي زدنا الجلبانه نتاع السيكام كيف كيف زيدوا الفقوس. والله الحاجه الباهيه هنا اللي جلبانه مفركه كل كعبه وحده صحيح هي طايبه برشا ساعات تحل حك على حكه تلقى جلبانه وفرشكه ومعجنه ومش طايبه برشا فرد وقت بالضبط. ونزيدوا سفنير يا شيف وزيدوا جبن اللي قصيناه هاي شويه نشوى مش برشا نشوى خاطر اي باش تعطي باش تعطي شويه نجم تزين بها يزي برشا تجي هذيك نجم تنقص شويه نشوى خاطر هذيك قويه تجيك بيان سور شيف هاي باش نزيدو معدنوس باش نزيدو معدنوس شيف هاي شويه ملح هاي خليت شويه ملح قصيد دونك سرق لك الملح يا امين يا راهو غار لك على الملح شويه ملح هاي رجع لي الملح باه وشويه زيتون اخضر وزيتون اكحل باه صافا هكا باه وتوا ما بقالنا كان باش نفوحوها ملح شويه ملح ما نكثروش بما انه استعملنا فيها حاجات مالحه لي ساليزون هذوما ديما نردوا بالنا منهم فلفل اكحل اي مغرفه خل حاولوا ما نكثروش باه باش ما تجيش قويه اي اي وعندنا زيت زيان البيولوجي واه زيت زيتونه البنين هذايا شخشخه شخشخه بزيت زيتونه زيد هذه تجيب لنا الروز يحب زيت زيتونه باه باه وما بقى لنا توا كي باش نزيدوا الجومبون تاع مليحه شايف اخترت جومبون دو داند ولا بولي دونك جومبون دو داند مليحه دونك من عند مليحه باه نقصوه مكعبات ونزيدوه للسلطه هذا بالنسبه لسلطتنا اليوم اختارت تكون سلطه روز بما انه احنا عندنا مرق في الطاوله مهم برشا نلقاو حاجه مغرفه كيف ما نقولوا في الدارجه التونسيه هو اختار يقدم لنا سلطه الروز معها باش يحضر لنا جامبون مليحه يزيدوا ويزين به سلطه تكون خارقه للعاده مشكور شيف امين باش نرجعوا لك بعد شويه للدريساج مع شيف فارس ما زلنا في حكايه القناريه المحشيه هذه اهلا بك شيف باش نطيبها في الكوشه راهو القناريه محشيه النجم وسي فارس نطيبوها حتى في الطنجره ولا تكون عندنا روندو ولا قلايه ماهيش عاليه برشا ونعملوا لها مرقه زعره والا مرقه بالطماطم ونغطيوها بالغطاء ونخليوها تطيب كيما الفلايك هكاك على الغاز كل واحد كيف يحب يطيبها في الفور احنا عندنا الفور نتاعنا هوفر دونك لا كاليتي نتاعو ممتازه برشا بيرفيكسيون نتاعو طالعه بالكدا بالكدا يعطينا سخانه موزعه بالصحيح وكويسون ممتاز اي شنو عندنا هنا؟ تو شيف باش نحطوا الصوص اللي باش نحطها البوطا اي نحطوا شويه صوص سيكام دونك اخترت الطماطم هذه اللي مدشه قداش هذه هذه فيها 4% شيف باه نزيدوا معها شويه بركه مي باش نحلو فيها اي دونك ديما باش ما نتعبوش السيد المخرج ماذا بيه يشوف شنو قاعد تعمل اي شيف شويه ملح حطوش برشا برشا خاطر احنا ديجا ما وانا شفتك حاط ثوم في الصحفه اي وحطينا شويه ثوم شيف بالطبيعه يعطي نكهه اي شويه فلفل اكحل مش برشا برشا وشوي زيت زين باه باهي بنين زيت زيتونه مع الطماطم تخي بون مارياج وهو منتوج تونسي 100% نعرفوا الطماطم بنينه نحبوها برشا توانسه في المرق والا في الـ في لي بلا نتاعنا هكا علاش سيكام ادللكم يعطيك الصحه دونك هذه الصوص نزيدوا يمكن نحلوا فيها شويه اكثر شويه ميرسي شيف باش طيب لنا خاطر القناريه احنا هنا القناريه استعملناها نيه والفارس كيف كيف ني نجموا راهو نعملوا العكس نعملوا الفارس طايبه دونك طيبوا اللحم نتاعنا نحطوا في وسط طنجره مع شويه بصل نذبلوهم ونفوحوهم نفس الفحات اللي فوحناه بها وهو ني مع سنه ثوم دونك بعد ما يحضر اللحم نخلوه يبرد نزيدوا عليه شويه معدنوس وجبن ونعبيوه في فليك القناريه كيف ما هكا اللي تكون نيه كيف ما قلنا نصبوا لها نصبوا لها شويه صوص ونخليوها تطيب والا نعملها طايبه كيف ما قلت نصبوا الصوص شيف بالطبيعه ما نصبوهاش فوقها حاولوا ديما نصبوها على جنب حاولوا نحلوها هكا شويه في الفون تاع الطبق اي يعطيك الصحه دونك هذيا بالنسبه للصوص طومات اللي باش تطيب معاها ومن بعد باش نحطوها شيف في الفور بالطبيعه نغلفوها بابي كويسون نحطوها في 180 درجه 30 دقيقه باهيه ما شاء الله
به يعطيك الصحة دونك هذه بالنسبة للجنرية كيف قلنا الجنرية كي تكون نية نحط معها الفارس متاحها نية دو آزيد نغطيها مع صوص طومات بنينة كيف ما هكا نطيب في الكوشة تجي خارق العادة وإلا نطيبوا الجنرية ونطيبوا الفارس ونحطوهم يتجمروا مع بعضهم في الكوشة الاختيار لكم مشاهدينا احنا ما زلنا مواصلين في أطباقنا وعندنا طبق الحلو الكنافة لليوم على طريقة تشيز كيك تحضر فيها وجدان غربي وجدان مرحبتين وين وصلت لهذه الكريمة سمارت شيف شانتي سمارت شيف طلعناها دونك شوفوا كيفاش تبارك الله كريمه شاده روحها بالقدا باش تعطينا حاجه خارقه للعاده في الكنافه نتاعنا لينا هوني الفرماج بلون زدناه السكر غلاس معاه خلطناه وحاجه للي يحب اختياريه للي يحب يزيد معاها سيترون انا نحب الحامض بصراحه يطيح لي في البوم تاع السكر اي ويعطيها زيد معاها سيترون اشتركها بقارس ونزيدوا معاها زيست سيترون يفوح لنا لاباري نتاعنا باه يعطيها نكهه بنينه مع الجبن اي خلطوهم هذوما خلطوهم بالقدا ومن بعد هكا تحلوا شويه دونك شنو نجموا نزيدوهم نزيدو نجمو للي يحب لاباري نتاعو تجي مستويه وشاده روحها نزيدوها 4 غرام جيلاتين جيلاتين اون ماس دونك جيلاتين فيجيتال 4 غرام بودر بودر بالماء وتتخدموا كل شيء باهي يتحلوا على السخون لازمهم على البارد ومن بعد هاك علاش قلت لك جيلاتين اون ماس وبعد نحلوهم شويه على السخون ونزيدوهم من لاباري هذه ونخلطوهم يعطيك الصحه توا باش نزيدو الفرماج نتاعنا نزيدوه بشويه بشويه للكريم شانتي سمارت شيف انا ننصحك المره الجايه تعمل العكس دونك ديما الحاجه الخفيفه تزيدها على الحاجه الرزينه باش تخلط بالقدا وتدخل المكونات وما تطيحلكش الكريمه هكا بشوي بشوي باش ما تطيحش خلطوها اكزاكتومون تور دو مان دونك لازم يكون عندنا لو تور دو مان نتعلموا لي جيست هذوما تكنيك باش يعطينا ريزولتا ممتاز الكريم نتاعنا كملوا الباقي ماشي ومن بعد نحطوها في البوش ونحطوها في لي زامبورت بيس نتاعنا نحطوها في الفريجيدير ساعه ونص باه تشد راحه هذه بالنسبه للاباري نتاع الجبن الفارس نتاع الجبن اللي باش يكون فوق كعبات الكنافه كانت توصف لي المشهد كيفاش باش يكون نتاع هذوما الكعبات الكنافه نتاعنا بعد ما طابوا خليناهم يبردوا وزيدوهم الشحور شحور يكون بارد ولا دافي؟ دافي كي تبدا هي بارده نزيدوها شحور دافي والعكس يبدا هي سخونه نزيدوها شحور بارد باه دونك هذه الكنافه تتشحر ومن بعد باش يتخدموا كعبات الفخوماج هذوما باش تعباو في البوش ونخدموهم في السيركل هذه اي بعد ما نحطوهم في الفريجيدير يشد روحو نحيوهم من لي زامبورت بيس ونحطوهم فوق الكنافه نتاعهم باه مشكوره يعطيك الصحه دونك وجدين هذه الديسير اللي اختارته لكم اليوم بامضاء سمارت شيف انا مشاهدينا ما زلت معاكم في كوجينتنا كوجينه لا تابل دو شيف بعد شويه نرجع لكم
مرحبا بكم مشاهدينا، وصلنا للختام معاكم. باش يذكرونا لفيتور شيف اللي جاوا من الأكاديمي دي شيف، شنو هما الأطباق اللي حضروهم النهار اليوم؟ ونبدو مع أماني. دونك شيف تبارتنا اليوم كانت مرقة مالح اللي سخنا فيها زيت زيان غني عن التعريف، وحطينا البصل ذبلناها معاها، بعد زدنا الكعبر نتاعنا ستيكا شي من مليحة، وفوحنا ملح فلفل أكحل تيبل كركم، وبعد شيف مرقنا وفي بعد ما خذيت غلوة زدنا الملح نتاعنا وكهو شيف. هذه بالنسبة لمرقة المالح، في الآخر نحط المالح نتاعنا كيف ما قلت، وأكيد الباز للمرقة هذه اللي هي مرقة المالح. طماطم سيكام اخترتها اليوم باش بالفلفل ولا من غير؟ بالفلفل مدشة. قداش البرسنتاج؟ 15%. يعطيك الصحة أماني. دونك مع مرقة المالح قدمنا أمين سلطة بالروز، اختار تكون هي السلطة الأساسية على طاولة الشيف نهار اليوم. احكي لنا شنو حضرتنا فيها؟ كما قلت شيف عملنا سلطة روز خفيفة وتناوش، حطينا فيها خلينا روز يطيب ومن بعد خليناه يبرد، زدنا معاه جبن وزدنا جامبون مليحة وزدنا معاه مايس وزدنا جلبانة سيكا وزدنا معاها بيرسيل عشي وزدنا معاها شوية زيتون أكحل وشوية زيتون أكحل وملح. كيفاش فوحتها؟ فوحناها من بعد بالزيت زيتونة وفوحناها بالخل من غير فيها خل، وزدنا معاها ملح وفلفل أكاو. باه باه يعطيك الصحة. دونك هذه سلطة خفلف، دونك مع هذه أكيد عندنا الجنارية المحشية اللي حضرها اليوم فارس فيتور شيف كيف كيف من الأكاديمي دي شيف، باش يحكي لنا على المقادير اللي حطهم في وسطها وكيفاش طيب. ميرسي شيف. حطينا الشيف الحمى فروم، فوحناه بشوية ملح فلفل أكحل معدنوس تيبل كوري بالطبيعة، شوية بصل شوية زيت زيتونة، ومن بعد حطينا الشيف الجنارية مشينا حطينا في وسط الحمى فروم بالطبيعة المفوح أكيد ما تنساش العظم، دونك حطينا فيه معظم وجبن. عظم وجبن شيف. من بعد ما حطينا فيها في وسط الجناريه بالكدا، حطينا معاهم صوص اللي هي تتكون من حكوك طماط سيكام بالطبيعه، فحليناها بشويه ماء. طماطم سيكام المدشه اللي بالفلفل ولا بلاش اخترت؟ قداش؟ 4%. باهي موزوزه شويه معناها. موزوزه شويه مش حاره برشا. فحليناها بشويه ماء، ملح فلفل اكحل وشويه زيت زيتون. باه يعطيك الصحة، اللي يحب ينجم يزيد أحباق، ينجم يزيد ثوم، ينجم يزيد زعتر للصوص طومات، هذيك حاجة اختيارية. مشكور فارس اللي حضر لنا اليوم الجنارية، أكيد نطيبوها في درجة حرارة 180 مدة نفيس ساعة حسب التقريب حسب أحجام لي فون تاع الأرتيشو اللي باش تستعملوهم أنتوما. مع هذايا عندنا أكيد الديسير نهار اليوم بأمضاء وجدان غربي. الديسير قلت كنافة اليوم على طريقة تشيز كيك هكا. بلا سهرية اليوم كان اخترناه كنافة فاسون تشيز كيك. من الأول خذينا الكنافة نتاعنا زدناها زبدة حطيناها في المول وحطيناها في الفرن على 170 درجة 15 دقيقة. لين تحمرت. وبعد وهي سخونة سقيتها بالشحور ظهر لي. اي الشحور بدا بارد. قداش الشحور كيلة بربي؟ 4 كيسان سكر عليهم 2 كيسان ماء ومعهم شتر كعبة قارص. باه يعطيك الصحة. وعملنا لاباري نتاعنا نتاع تشيز كيك. الفروماج اللي هو. خذينا الفروماج بلون اتختيني. زدناهم كريم شانتي سمارت شيف. زدناهم كريم شانتي سمارت شيف بعد ما طلعناها وسكر غلاس. باه. واللي يحب نزيدوها جيلاتين فيجيتال باش تشد لنا وكها نحطوها في الفريجيدير ساعة ونص. يعطيكم صحة لي فيتور شيف اللي جيتونا اليوم من الأكاديمي دو شيف اللي نلقاوها في 14 نهج الإمام الرصاع مون بليزير تونس. الأكاديمي هذيا تحط على ذمتكم الإمكانيات اللازمة باش تنجموا تتكونوا كيف ما يلزم، سواء في الكوجينة وإلا في الباتيسخي كيف ما قلت، وباش تاخذوا دي ديبلوم هومولوجي يخولوا لكم أنكم تخدموا في تونس وإلا في الخارج. زادة اللي يحب يكمل قرايته في الخارج، لي ديبلوم تاعنا زادة معترف بهم في المدارس اللي موجودة في أوروبا ولا موجودة في الخليج العربي ولا العالم ككل. دونك أكيد اللي يحب يتواصل معاهم يتصل على الرقم 23 06 14 14 23 06 14 14، وإلا ينجم يراسلنا على صفحة الفيسبوك والإنستغرام الأكاديمي دي شيف. مشاهدينا وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم في لا تابل دي شيف، نستناوكم في حلقة جديدة فيها برشة برات مزيانة، ونقول لكم إلى اللقاء.
هذه هدية للحافقة المكدية، المرأة بالف مرأة كي نحكيو على التونسية. هي كابابلية وإحنا كي نخمو فيها مش مزية، عايشة تاك تاك من حاجة لحاجة شارع ودار، وباش تربح وقتها حضرنا لها أقوى فار. يا مهني يا الحباب والمالي، نعرف وقتك غالي، هذاك علاش حارسين تواجه تحدياتك باش تكون متهنية وراسك عالي. طماطم بولي مقصوصة حاضرة باش تعمل 66 كيف. ماسي كام تدل المدام. من خيرات أرضنا التونسية الغنية، المعصرة تراعي المعايير والمواصفات الدولية، أنتجنا زيت زيتون بجودة عالية ومنافس في الأسواق العالمية. زيت الزيان يهنينا على عولتنا ويبنن ماكلتنا. Le nouveau réfrigérateur combiné total No Frost de Hoover. Frigidaire et congélateur Fardwacht. Un design épuré et une technologie unique. Smart No Frost. Le réfrigérateur Hoover vous permet une répartition homogène du froid et une haute capacité de stockage. Le combiné Hoover est doté de joints hygiéniques pour garantir une étanchéité parfaite et éviter les moisissures. Smart et connecté. Le combiné Hoover ira pack أكثر من 60% من فاتورة الضوء. Ou bien sûr, ما ننساوش la garantie de 10 ans sur le moteur. SAV garantie par Casa Pro. Hoover, the way you live.